Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va continuer le chapitre vitesse. اليوم بدنا نحكي عن آخر paragraph في chapitre vitesse. آخر paragraph نحن قبل خلينا نعمل ريفيزيون سريعة. آخر مرة عن شو حكينا ب chapitre vitesse؟ حكينا عن الانستان، عن الديوري، حكينا عن القاعدة اللي بتربط بيناتهم، حكينا عن الديوري توتال، تعرفنا على الديستانس، تعرفنا على الفيتاس موين انها هي بتساوي دي سور تي. قلنا انه الفيتاس موين هي بتكون entre deux points، يعني عندي إجباري لازم يكون عندي نقطتين deux points لحتى أحكي عن vitesse moyen égale distance على الطن، يعني الديوري بين هالدو points. طيب اليوم بدنا نتعرف على نقطة أخيرة بهيدا الشابتر اللي هي الفيتاس instantané. شو يعني vitesse instantané؟ c'est la vitesse du mouvement à chaque instant. طيب تعالوا نتذكر انا وياكم على جنب، انا عندي حدا سيارة مثلا كانت بالبوان ا مشت راحت للبوان ب، اتفقنا انه الوقت بالبوان ا مثلا الساعة تنتين اسمه انستان لانه هو دانزو اشاك بوان الوقت على طول بيكون اسمه انستان. هون مثلا الساعة 3 وصل على البوان ب، كمان الساعة 3 هي انستان لانها جاية على النقطة ب ساعة 3، واتفقنا بين النقطتين بتكون ديوري. هيدا إذا بدي أحكي عن الوقت، عندي انستان وعندي ديوري. أوكي؟ طيب إذا بدي أحكي عن الفيتاس حرسم نفس الرسمة، كمان بوان أ وعندي هون بوان ب. إذا أنا عم بحكي بين نقطتين يعني عم بحكي عن ديوري. أوكي؟ هيك متفقين؟ بحكي ساعتها عن فيتاس معين، هيدي اللي حكينا عنها للي بتساوي ديستانس على التان. اوكي؟ طيب اذا بدي احكي انا على سرعة هالأوبجي اللي عم يمشي بنقطة واحدة بهالنقطة بحكي عن فيتاس انستانتاني، جاي من كلمة انستان لانه لما انا بحكي عن نقطة واحدة بحكي عن انستان، فالفيتاس حتكون انستانتاني. لما بحكي انتر دو بوان كون عم بحكي عن ديوري فبحكي عن فيتاس معين. فاذا ديوري إذا حكيت عن الوقت اللي هو ديوري entre deux points بحكي عن فيتاس معين، إذا حكيت على وقت instant à chaque point بحكي عن فيتاس instantané. شو يعني فيتاس instantané؟ طيب خلينا شوي نتذكر قبل ما نتعرف على الأباري. سيارة ماشيين فيها أنتو بتطلعوا بالكيلومتراج اللي بتسموه أنتو كيلومتراج، بتطلعوا فيه كل دقيقة بتراقبوا الإبرة بالسيارة كيف عم تسرع، إذا سرعتوا بتوصل للمية، بتوصل للتسعين، بتوصل للمية وعشرين، أو إذا بتضغطوا بترجع لورا. يعني في عندكم أنتو شغلة موجودة بالسيارة هيدي بتسموها أنتو كيلومتراج، هيدي بتقيس لكم الفيتاس بكل لحظة أنتو ماشيين فيها قد إيه، يعني أنتو ماشيين خلال مشيتكم كل لحظة ماشيين فيها قديش الفيتاس. تطلعوا على الشاشة تاعت السيارة بتعرفوا هيدي الفيتاس، هيدي الفيتاس اللي هي بكل لحظة بكل نقطة ماشي فيها هالسيارة اسمها فيتاس انستانتاني. فإذا مين هو اللي بيخليني أعرفها؟ اللي بيخليني أعرفها هو هيدا اللي بتسموه أنتو كيلومتراج، بس هو بالحقيقة ما اسمه هيك، اسمه كومبتور دو فيتاس. شو اسمه؟ كومبتور دو فيتاس، يعني هو اسمه المظبوط هو هيك. طلعوا كيف بيجي شكله، هيدا هو شكله للكومبتور دو فيتاس، هيدا هو هيك بيجي قدامكم ورا الميزانية، بيكون جاي بهالطريقة وعليه إبرة. هيدي الإبرة كل ما انتم كل شي انتم ماشيين عم تسرع أو عم بتبطئ، يعني هيدي الإبرة اللي هون عم بتدلكم كل مرة على سرعة السيارة قد ايه، مثلا هون قد ايه السرعة 60، إذا كانت الإبرة هون 80، كانت الإبرة هون 100، بطأنا 20، وقفت السيارة صفت هون الإبرة على الزيرو. فإذا هيدا الشيء اللي بتشوفوه بالسيارة هيدا بيقيس لي الفيتاس انستانتاني، يعني الفيتاس اشاك انستان، فيتاس اشاك هيدا بيقيس الفيتاس اشاك انستان بكل لحظة. شو اسمه؟ اسمه كومبتور دو فيتاس، يعني هو مقياس الفيتاس. بس شو نوع الفيتاس اللي بيقيسها؟ هي فيتاس انستانتاني. طب لكن شو صارت الفيتاس معين؟ الفيتاس معين مثلا انا كنت بتريبولي عم سوق السيارة وصلت على بيروت، قد ايه السرعة تقريبا التقريبية اللي انا اخذت معي لو وصلت على بيروت مثلا الساعة 2 او الساعة 3؟ هيدي الفيتاس معين بين نقطتين من اول مشواري لاخر مشواري، بحكي عن فيتاس معين بين نقطتين.
أما الانستانتاني ليكو مثلا أنا السيارة ماشية على هيدا الخط ولي نقط بتمرق فيه السيارة. أوكي، جيت قلتلكن السيارة انطلقت من البوان A وصلت للبوان B، شو الفيتاس معين للرحلة تاعت السيارة من هون لهون بين نقطتين؟ هيدي فيتاس معين بتقولولي هي دو سير دي سير تي، ديستانس على التان. طب جيت قلتلكن أنا السيارة هون كان سرعتها 20، طب بدي سرعة الفيتاس قديه السرعة هون قديه السرعة هون؟ بس اسألكن عن السرعة بكل بوان، ساعتها السرعة بكل بوان اسمها فيتاس انستانتاني. اوكي، هون كمان فيتاس انستانتاني، هون فيتاس انستانتاني. فاذا سرعة السيارة او سرعة الاوبجي اللي عم يتحرك بكل نقطة، هيدي نقطة هيدي نقطة هيدي نقطة بكل نقطة هي اسمها فيتاس انستانتاني، بس بين نقطتين من اولها لاخرها للرحلة تاعتنا اسمها فيتاس معين. اوكي، فاذا هذا هو الفرق اليوم اللي تعرفنا عليه بين الفيتاس انستانتاني اللي هي اشاك انستان، هيدي الموكلي وبيقيس الكونتور دو فيتاس. تعالوا تناخد اكزامبل صغير. اكزامبل ا تي ايغال 2 اور لو كونتور افيش في ايغال 60، هيدا هو الكونتور، اتفقنا؟ هيدا هو افيش يعني عطى، يعني الرقم اللي بين عليه قد في ايغال 60 كيلومتر بار اور، ليكو الابره 60 كيلومتر بار اور. طب تعالوا نفسر الاكزامبل، هل فيتاس هيدي 60 كيلومتر بار اور بما انها موجوده على الساعه تنتين على انستان تنتين على الساعه تنتين، يعني هيدي على انستان، هيدي شو هيدا الوقت اللي هون هو انستان، فاذا هل فيتاس هي شو صار اسمها؟ صار اسمها فيتاس انستانتاني لانها موجوده على انستان تي ايغال 2 اور، بما اني عم بحكي بنقطه 2 اور على هالنقطه على هالانستان، فاذا السرعه اللي بكون عم بحكي عنها وعم بيقيسها الكمبيوتر اللي هو هون ليكو شو عطى، هيدي اسمها فيتاس انستانتاني. هيك بكون اليوم تعرفت على الفيتاس انستانتاني والفيتاس معين. باقي الفكره الاخيره بهيدا الشابتر، في شيء عندي اسمه ناتور دو موفمون سولون لا فيتاس انستانتاني، بما اني انا عم بحكي عن فيتاس انستانتاني، شفتوا الكيلومتراج هلا حكينا عملوا لنا عنه اسمه كمبيوتر دو فيتاس. طيب اذا السرعه سيارة كانت عم بتسرع كان على 60 بعد شوي على 80 بعد شوي على 100، شو بقول انا؟ بقول السيارة عم تسرع. اوكي، ها فاذا هون الفيتاس انستانتاني شو عم بيصير فيها؟ عم تكبر. طب اذا كان على 60 نزل على 40 نزل على 30، فيتاس انستانتاني شو بتكون عم تعمل؟ عم تصغر. طب اذا ضل كل الوقت حافظت على سرعتي على 60 ضلت كل الوقت على 60، بقول الفيتاس انستانتاني ثابته كونستانت. اوكي، فاذا انا عندي ثلاث احتمالات لهالفيتاس انستانتاني، اول احتمال يا عم بسرع يعني الفيتاس انستانتاني عم تكبر، يا عم بطئ الفيتاس انستانتاني عم تصغر، او محافظه على سرعتي كون الفيتاس انستانتاني ثابته. هذا اللي نتعرف عليه بالباراجراف الاخيره بالشابتر. اذا كانت الفيتاس انستانتاني اول حاله سي لا فيتاس انستانتاني الا مام هي ذاتها يعني كونستانت كونستانت ما عم تتغير، مثلا ضلت معلقه على 60، ساعتها انا بدي احكي عن شيء عن نوع الموفمون، الموفمون تبعتي بتكون اسمها ريكتيليني يونيفورم. هدول مصطلحات جديده بس لازم تحفظوهم حفظ مثل اساميكم. فاذا انا عندي اليوم بدي اتعرف على الناتور تاعت الموفمون حسب مين؟ حسب الفيتاس انستانتاني. انا عندي ثلاث احتمالات للفيتاس انستانتاني، اول احتمال الفيتاس انستانتاني هي ذاتها، ثاني احتمال الفيتاس انستانتاني عم تكبر، ثالث احتمال الفيتاس انستانتاني عم تصغر. اذا الفيتاس انستانتاني ثابته بدي اسال هون حالي شو الموفمون، شو نوع الموفمون؟ هيدا السؤال اللي بدي اساله. اذا عم تكبر كمان بدي اسال حالي شو نوع الموفمون، وإذا عم تصغر كمان بدي أسأل حالي شو نوع الموفمون. هيدا لليوم بدنا نعمله بهالباراجراف. فإذا عندي ثلاث احتمالات للفيتاس انستانتاني، بكل احتمال بدي أسأل حالي شو نوع الموفمون. يلا، أول احتمال إذا كانت الفيتاس انستانتاني هي ذاتها ثابتة يعني لامام كونستانت، شو نوع الموفمون؟ موفمون بيكون اسمه ريكتيليني يونيفورم يعني ما عم تتغير ثابتة. أوكي، موفمون محافظ عليا انا ريكتيليني، ريكتيليني اتفقنا يعني جالسه ثابته. طيب شو الاحتمال الثاني؟ س
Si la vitesse instantanée augmente, ارتفعت, أي احتمال هيدا فوق؟ ليك هو إذا الفتاس انستانتاني كبرت، شو نوع الموفمون؟ كون أنا عم سرع، بدي أقول عم سرع، يعني السيارة عم تسرع، الفتاس كل شوية عم تكبر، يعني السيارة عم تسرع، يعني الموفمون هي ريكتيلينيا بس uniformement accéléré. ما تسألوني منين جبت كلمة uniformement، بنحكي عنها بالإكزرسيس. بس شو الكلمة المهمة؟ أنا محافظة على كلمة ريكتيلينيا جالسة، بس accéléré عم تسرع، أوكي؟ ليه؟ لأنه الفيتاس كل شوي عم تكبر، فإذا السيارة عم تسرع. شو الاحتمال الأخير للي هيدي هي؟ إذا كانت الفيتاس انستانتاني عم تصغر، تنخفض، ديمينو، تنخفض. بهالحالة الموفمون، يعني شو يعني تنخفض؟ يعني السيارة بلشت تبطئ، اللي لقيت الإبرة عم ترجع لورا، الفيتاس عم بتبطئ، عم تصغر. فإذا شو نوع الموفمون كمان هون؟ ريكتيليني يونيفورمومون ديسيليري، يعني عم بتبطئ، تتباطأ، اوكي، ديسيليري. فاذا هدول هن الاحتمالات اللي عندي. فاذا حسب مين؟ مش الفيتاس معين، حسب الفيتاس انستانتاني انا بقدر اعرف من اليوم ورايح ناتور دو موفمون. هيدا هو التلخيص، حسب الفيتاس انستانتاني بقدر اعرف ناتور دو موفمون. اذا ثابته تكون موفمون ريكتيليني يونيفورم، تحفظ الجمله مثل ما هي. اذا عم تكبر اوغمونت، بتكون موفمون ريكتيليني يونيفورم مو اكسليري، ممنوع تشيلوا ولا كلمه من هالثلاث كلمات هدول، بتكتبوا ريكتيليني يونيفورمومون اكسليري. اذا الفيتاس عم تصغر ديمينيو، بتكون الموفمون ريكتيليني يونيفورمومون ديسيليري. فاذا عندي هدول ثلاث احتمالات، هيدي الباراجراف للحفظ ابيان اتيدي. المره الجايه اذا الله راد بدنا نعمل ابليكاسيون عنا كرمال نقرا، نقدر نعرف كيف نعرف الناتور تاعت الموفمون حسب الفيتاس انستانتاني من خلال التابلو او من خلال الجراف. ميرسي بوكو.